السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخوة الأخوات المتابعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نداء رقم 1. نداءاتنا راح تكون ضمن قاطع مسؤولية وتحديدا قاطع العاصمة الحبيبة بغداد. راح نباشر ويا دوريات النجدة وأيضا الشرطة المحلية والطوارئ وكل تشكيلات وزارة الداخلية ضمن قاطع المسؤولية ونقاط المهام حتى ننقل نشاطاتهم والإجراءات اللي اتخذوها ونوجه رسائل نصح وإرشاد لمواطنين الكرام من خلال هذا البرنامج، ولكن بعد فاصل قصير. صح أنا سويتها غلط، قلت لك بس هو مجبور عليه. قلت تعالتك تجي المكان عمود تتصرف فيه. هو مو منطق، أنا قاعد أقول لك أنا شيء ما مقتنع بيه، شلون أسوي ببيتي؟ أي دائما هناك تلقاهم حتى عوالم تقدر تمشي. باقوا جزان من الجنطة، جزان بيه مستمسكاتي والماسترات كارت 2. راح نتكلم موضوع ان شاء الله خلال 72 ساعه نقبض على السراح. شفتها بالكاميرا بس هذا ما يقبل الطين، قلت له بس اهددهم بالفيس. لا عندك مكاتبه لا بها الرقم، رقمها وين؟ تدعي انه ضربها شخص المستغل الدراجه. اي مضايقات اكو، والله مضايقات من الشباب اكو، وهذا متنزه بعوائل وكذا، تقعدون به تحتسون الخمر وما شابه، مو صحيح. زين شنو الصور؟ وحده تعود الك تتنازل؟ بس انا شارب برا المنتزه. بس برا انت ايش عندك جوا اذا مخمور شغل؟ والله ضايق. نعم سيدي، هذا قبل قليل مع دورياتي باشرنا بإجرام ممارسات بإشراف السيد واحد كرخ المحترم أنه يجب تأمين جميع المنتزهات، أنه تورد هواي شكاوي من قبل العوائل اللي تواجد ضمن المنتزهات أنه أكو حالات خمر تسبب لهم إزعاج، وهذا الشيء حضاريا ما مسموح به. بعد توجيه يعني الخمر مالته نصبه والنرجيله نصبه ونرجيلته ودراجته وبين العوائل يسبب مضايق. العوائل غادرت قلتوا؟ العوائل غادرت، واكثر من شكوى صار توجيه من قبل السيد واحد كرخ انه جميع المنتزهات ضمن قاطعكم تكثفون الجهود وتقضون على هاي الحاله. سيدي نعم، يعني صعبه انه هيج موضوع انه داخل حديقه مخمورين وبالشارع والعوائل خطيت غادر المكان، ويحتاج دوريات نجده دائما انها تتواجد ضمن المتنزه الرئيسي مال الحريه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا يعني المتنزهات الأماكن الترفيهية خاصة فقط بالعوائل، لاحظنا مشروبات كحولية أجلكم الله وتجون والنارجيلة ودراجته وحتى الزي اللي ارتديه زي مغاير للأخلاق والأعراف والتقاليد، زين وهي خاصة فقط بالعوائل. سوينا حملة على هاي بتوجيه السيد قائد شرطة بغداد الكرخ، محتوى شورتات وبرمودة بالطريقة المو مثالية مو أخلاقية، فحدينا من هذا الموضوع ودنا نلقى قبض يوميا الممارسات، اكدنا على الحريه واكدنا على الشعله واكدنا كذلك على منطقه الغزاليه. لا عندك مكاتبه لا بها الرقم، رقمها وين؟ تدعي انه ضربها شخص المستغل الدراجه. اي مضايقات اكو، والله مضايقات من الشباب اكو، وهذا متنزه بعوائل وكذا، تقعدون به تحتسون الخمر وما شابه، مو صحيح. زين شنو الصور؟ وحده تعود الك تتنازل؟ بس انا شارب برا المنتزه. بس برا انت ايش عندك جوا اذا مخمور شغل؟ والله ضايق. Thank you.
خلينا نشوفهم. تعال لا تاخذ امه، نزل كاميرتك، نزلها نزلها كاميرتك. تعال جاي تعال. شنو موضوعك؟ يعني جيت وقاعد اشرب جو، قالوا لي ما يصير هنا وحقهم وانا هم حق، انا وين اروح؟ انت شاب يصير انت بين العوائل هاي، منطقه عوائل يعني طفل وسيده كبيره وبنيه شابه. شفت الوضع انا شفته، بس وين اروح يعني شو اسوي؟ انا سان قلت له، حتى قلت له قلت له انا غلطان، بس وين اروح شو اسوي يعني؟ ومن الوضع اللي احنا بيه انا قاعد اسوي هيك، انا مو متوازع على الشرب ولا يعني مجبور قاعد اسوي هيك، انا مو ترتاح نفسيتي لا اكثر ولا اقل. صح شفت عوائل هنا، انا اول ما طبيت تاخرت شوي بعدين رجعت، بس شنو وين اروح؟ زين لما شفت العوائل ليش غادرت العوائل؟ رحت بعيد اكثر شيء، انا هناك ابعد مكان رحت عليه وما وقفت من العوائل، بس هم يمكن غادروا ما اعرف. صح انا سويته غلط، قلت لك بس هو مجبور عليه، انا مو شيء موجود. انت شنو؟ اسيد اسيد ابن الضيم، قلت لك انا حسيتوا هاي الاسطوانه مال كلكم من الضيم، من الضيم كلكم شباب لبسكم مرتب، واحد طالب كليه ويشتغل دليفري، هذا عنده شغل، انت ايش تشتغل؟ كاسب سيد. كاسب يعني انت سير العوائل هسه العالم شردت من عندكم، يعني هسه نساء تركن المتنزه وغادره بسبب انه انت ما يصير. شوف اللي تعالتك تجي المكان عمود تتصرف هيك؟ لا غلطانين، انا اعترف نفسي غلطان. اجراءاتكم سيدي هون؟ يعني اجراءات قانونيه باتجاه المركز المختص، فتعتبر مخالف للنظام زين باتجاه المركز، وهذا الموضوع احنا موجهيهم، وانا حتى دائره البلديه تحدثنا وياهم. اكو حراس، اكو اجراءات تصير هنا، ما يترك المكان، دوريات النجده تتجول على مدار 24 ساعه، وهذا الموضوع تقريبا 90% هنا. يعني شاغل جهدكم؟ يعني شاغل جهدنا، وهذا الموضوع يعني اغلبيه العوائل ما يجون هنا، يروحون يبقون مكانهم بالدور مالتهم على مود هاي الحالات اللي موجوده امام انظارك. انا بدي اسالك سؤال، بما انه انت تقولها مثقف وعندك شهاده، وهذه انت بتشوف خطيه العوائل هنا انه انتم تتصرفون تصرفات ما تعتبر انه هذا المكان هو ملك عام، انه العوائل تجي ترتاح؟ يعني هسه عائلتك انت ذا جو اللي جاي تقبل واحد مثلا يقعد يشرب يمهم وهم قاعدين؟ اولا انا ما اقول لك انه انا يعني اسوق نفسي كمصلح اجتماعي ابد نهائيا، بس انا شاب وانت شاب، انا اسالك انت تقبل عائلتك تكون بهالظرف هذا، انه يصير عندك هذا اللبس اللي لابسه انت وهذا الشرب والنرجيله والدراجه ومجموعه من المخمورين بمكان، والعوائل تترك المكان وتغادر، يصير؟ لا طبعا ما يصير. طبعا ما يصير، ما يصير، ما اقبل على روح انا ما اقبل، مو على عائلتي. انت سب وعيك واعد تحكي وياك؟ طبعا قاعد احكي وياك. تفهم ايش قاعد احكي وياك؟ صح واعي يعني، بعدني ما مسوي يعني حد الان تقريبا هيك بديت انا وجوز بعدني واعي. تمام بعدك واعي. شنو رايك بالحديث مالتنا احنا هسه تحدثنا به، انه احنا حفاظا على مصلحه العوائل، انه انتم ما تجون بهالطريقه هذه، وتكررت اكثر من مره، ودورات النجده مشغوله، انه لازم تبقى يمكم دوريه حتى انتم ما تجون تقعدون هنا حتى العوائل تاخذ راحتها. هسه انا اذا اعطيتك حل بالنسبه لي، انا بعد ما اجي هنا انا اوكي بهاي الحديقه، بس راح اروح غير مكان. يعني اذا حلينا المكان هذا، حلينا موضوع المكان بس، ما حلينا غير شيء. صح؟ زين انت خو حريتك ببيتك هاي، يعني بيتك عندك حريه به. شوي شيء سويته غلط، شلون اسوي ببيتي؟ انا ما مقتنع به سويته. بس انت ما تسوي ببيتك اللي هو خاص بيك، تسوي بالمكان العام يم الناس حخمخم واحد، هذا مو منطق. اي هو مو منطق، انا قاعد اقول لك انا شيء ما مقتنع به، شلون اسوي ببيتي؟ فهو انا قلت لك راح احل مشكله المكان، خلاص مشكلتي انا ما راح تنحل، مشكله المكان انه ما راح اجي هنا انا بس انحلت. تروح الحديقه الثانيه؟ ما اروح الحديقه، ايش اكو شيء ممنوع يقولوا له توصل؟ لا انا ما راح اوصل. اي أيوة والله الطفله هم شافتك اي أيوة، فقالت اريد اسلم على القوات الامنيه وعلى عمو عزيز. اي أيوة والله انتوا ضايقكم ذولا مو؟ اي أيوة دائما هنا تلقاهم حتى عوال ما تقدر تمشي. يعني تخيل هاي الطفله احنا لو نشوفكم ما نجي ما نقعد هنا، والله ما نقعد غير الصراحه ما نقعد. ضايقكم اي أيوة دائما اي أيوة والله لان مشاكل بس شرب، لان دائما يجون مو من هالمنطقه، يجون يقعدون يكملون ويروحون. اي فدائما هاي بالليل يعني ما حتى عوال ما تقدر تمشي. اي والله الصراحه بس انت شفت القوات الامنيه وجيت؟ اي أيوه جيناك احنا شفنا اي والله الجو حار. اي وجدتك نرجوس؟ شلونك؟ زينه. نرجوسه؟ اي نرجوسه بيصف؟
بعد ما سجله. بعد ما سجله. ما شاء الله. ان شاء الله سجل وشوفون خيره. ان شاء الله احنا راح تبقى دوريه ثابته هنا. رحم الله والديك. سيدي المواطن يقول احنا اهل المنطقه ولما شفناك يلا اجينا للحديقه ونعاني من هالقضيه. فأنا بلغتك قلت له انه صار توجيه انه دوريه تبقى ثابته هنا. التوجيه صار اكو دوريه حتبقى ثابته هنا خاصه بهذا المتنزه، اعطيناها توقيتات. متنزه كبير وهذا متنفس يعتبر الوحيد لاهل المنطقه هنا، وعندك معلومات على العطله يعني بدا العطله الربيعيه بهذا الموضوع، العطله الصيفيه العفو، فاحنا راح نحدد دوريه خاصه للمتنزه ضمن توقيتات معينه وتليفوناتنا مفتوحه على 104. سيد امر القاطع السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اولا جهودكم بطله خصوصا ان تقاطعكم كلش كبير ومناطق شعبية وما شابه هذه، بس هنا المواطنين وهاي البنية الحلوة جايين هنا المتنزه، فهم قالوا احنا عندنا معاناة من ذول يتناولون الخمور. سيد مدير نجدة وجه انه اكو دورية لازم تثبت هنا. عندنا دورية ان شاء الله سيد مدير الجانب المحترم، عندنا دورية 11 حرية، لكن راح نخليها تتجول بين الدور السكنية والمتنزه، بالإضافة للسياق المعتاد انه امر الدورية مع العدد يترجل داخل المتنزه، بالإضافة للسياق يكون داخل العجلة ويتجول. تمنعوهم بالضبط. انا ناقشته واحد من عندهم ويقول انا خريج كليه، ناقشته يقول انا مكان اشرب بيه ما عندي. قلت له زين انت بيتك حريتك بيه، هاي ما حد له علاقه، ما حد راح يحاسبك ببيتك ولا حد يحكي وياك ببيتك. قال زين يعني انت انا اسوي شيء غلط ببيتي، يعني اسوي شيء غلط بالشارع يعني من قدام. شلون يقبل انه يسوي غلط على المصلحه العامه؟ يعني ببيته ما يقبل يسوي برا. هذا متنزه مو خاص له، هذا متنزه يعني عام للعوائل، تثق به العوائل، متنفس وحيد له. فهذا الخطا يحسب عليه، سلم اجراءات السوليه مع المبارز الجرم. عمو صار ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله رحم الله والديك. اي واحد هنا بعد يعني يضايق العوائل راح يتخذون اجراء قانوني. ان شاء الله ان شاء الله رحم الله والديك. اشكرك. شكرا. بس خلنا ناخذ صوره. يلا لا عندك مكاتبه لا بها الرقم، رقمها وين؟ تدعي انه ضربها شخص المستغل الدراجه. اي مضايقات اكو، والله مضايقات من الشباب اكو. وهذا متنزه بعوائل وكذا، تقعدون به تحتسون الخمر وما شابه، مو صحيح. زين شنو الصور وحده تعود الك؟ تتنازل؟ بس انا شارب برا المنتزه. برا انت ايش عندك جوا اذا مخمور شغل؟ والله ضايق. شنو اللي صار؟ اللي صار احنا بدنا نسوق ملابس الاطفال ونسوان ثلاثه طلعوا عليهم بالكاميرا، باقوا جزام من الجنطه، جزام بيه مستمسكاتي والماسترات كارت 2 ومستمسكات جهالي والفلوس. يا منطقه شو كنت وين؟ محل شنو؟ محل اي مجمع من الملابس. مجمع ملابس؟ نعم. الفيديو شفتيه؟ شفته بالكاميرا بس هذا ما يقبل الطين. يا قلت له بس اهددهم بالفيس انه ترى عرفناكم وراح نشر الصور مالتكم ما قبل. قال الا بموافقه الشرطه يجي باحد من الشرطه يجيانا وتدللين. طشت بالنجده؟ النجده خطيه طلعت لقيتهم بالشارع واقفين شلبت فيهم والله نخيتهم الله يرضى عليهم ما قصروا. تمام. جابوني لحضرتك. شو اللي صار سيدي؟ يعني هالاجراءات مرات تتكرر برا، احنا هم مرات اكو من ذن النساء اغلبيه المتسولات ان ذن يمارس عليش. احنا سوينا حمله امسوري يدخل داخل مول او مجمع طبي يبقى بسرقه يعني النساء، يتعامل بانه هاي النساء تسرق منين من النساء. قلنا قبض كم واحده سلمناها مكتب مكافحه الاجرام واعترفوا على عدة اعترافات على وحده 3. فهذا المكان احنا متابعينه وعندنا الكاميرات وراح ننتقل للمكان ان شاء الله ونلقي القبض على الاشخاص اللي بدوا السرقه. صارت كم حادثه يعني ضمن قاطع مسؤوليه قبل فتره ولقيت القبض على ذني اللي يقومون بنشر الحقائب وما شابه. اي نعم، هواي عده حالات ثبتناها ولقينا القبض عليه اجراءات اصوليه لمكتب مكافحه. تمام، هسه هاي الحاله شنو اجراءاتكم؟ راح ناخذها للمكتب المكافحه ونتوجه بها لمحل الحادث، بما انه عندها تصوير محتمل مثبته بالمكتب المكافحه يتعرفون عليها من قبلهم. تقصد مثبت انه يعرفوها سابقا؟ عندها سوابق، اذا عندها سوابق دائما بالمكتب. تمام وين اللي اخذت؟ هذه مسألة قاعده تتكرر مو اول مره ولا ثاني مره، دائما تصير سرقات بنفس المنطقه وبنفس الاسلوب. لان ذاك اليوم اختي جنطه مالتها مشتريه ذهب، شاقين الجنطه وراسا حست بيهم تقول اختفوا وعبالك ملائكه وغابوا. قبلها مره طلعت تركض والاخوه راح باقوني باقوني نريد ندور على هاي التركض الحراميه راسا اختفت، وين لافت وين قعدت ما حد يدري بها. فهي اللي تتكرر المشكله ونفس الظاهريه نفس الانسانه اللي تتكرر جريمتها وبنفس الاسلوب.
هسه هاي بنتي دافعيها لما ندافعيها منا واحد مضايقها منا ندافعيها لما اخير شيء بنجن طبايقين الجزان مالها. جزان بيه فلوس في دول فلوس تتعوض بس بجناسي وباثبات مستمسكات. الاهم شيء عندنا المستمسكات وان شاء الله بوجودكم والله يحفظكم ويحرسكم حقنا ما يضيع ان شاء الله يظهر. الله يحفظكم. راح تباشرون بيهم ان شاء الله. ان شاء الله راح نتوجه بها المحل الحادث والمكتب المكافحه. عم ان شاء الله حقك ما يضيع ابويا هسه احنا ان شاء الله الاخوان المكافحه راح يوصلوك النجدة المكافحه. الاخوان من المكافحه بتعاوني على القول ماسك الارض راح يصير اجراء على هذا الموضوع وان شاء الله خلال ساعات ان شاء الله يجيبوه. الله يحفظكم ان شاء الله وتمثلون العداله بالارض يا هو عداله السماء رب العالمين. الله يحفظك. لا يضل بالك تمام ان شاء الله اخويا ان شاء الله يعطيك العافيه. سيدي هاي الحالات يعني ان شاء الله اكيد متابعه. احنا اكيد هذا الموضوع صار بنسوي حمله على المتسولين وتجنابك شنو موجود ويانا 19 متسول الاسبوع الشهر الماضي وباع متجولين في الكرخ وباع متجولين هم اصلا متسولين وليس باع متجولين. هاي الحالات تميزون بين الباع قصة هذا موضوع يعني هو نفس الموضوع كلاسيكي صار هو نفس باكيت الكلينيس عارضه دائما او بطل مي هو ما يبيع نفس احنا تابعناه نفس الموجودات ينطي فلوس وما ياخذ هاي البضاعه فيبقى هو متسول بطريقه واحد مثلا يشيل الصينيه مال حلويات وخليها مرات يرميها على التبليط وحتى يتعاطفون العالم وياه هم كليتهم شباب هاي البضاعه اللي شايله مسد الوقت اللي هو واقف من اجله لذلك دققنا وياهم يدخلون على المولات على المجمع مال الاطباء يبدون بسرقه نساء او رجال بالتنسيق مع مكتب المكافحه احنا اغلب الاحيان دزيناهم لقينا القبض عليهم وصارت اعترافات. انا سالت هذا السؤال. نعم. عندي معلومه انه هنا بهاي القاطع انه نجده ساهمت بقضيه القاء القبض على عده عصابات متخصصه بقضايا النشل وواحده من الحالات انا مصورها انه صار قضيه نشل وهذه وتم مطاردتهم وبعد انه تاكد من صورهم تواجدوا احد التقاطعات وبعدين انتقلوا المنطقه وبعدين تم القاء القبض عليهم تسليمهم للجهات المختصه مكتب مكافحه واغلب الاحيان النشل وين دا يصير بالمولات ويصير وين مجمع الاطباء بالعيادات سهوله وجلسه وحاله مرضيه فحدينا من هذا الموضوع قاعد تصير حالات معينه بالداخل زين ثبتناها وعندنا تصوير وعندنا توثيق مع الكاميرات اللي موجود صاحب الملك ابو البنايه ودا نجيبهم هسه هذا الرجل راح نتكلف موضوع ان شاء الله خلال 72 ساعه القبض على السراء. الأخ الملازم أنا أسألك سؤال مهم اليوم المواطنين يعني بالشارع يحتاجون بالأسواق وتواجدكم كدوريات نجدة هي تقول أول ما طلعت لقيت دورية النجدة تواجدكم قريب محلات نعم أكيد إحنا يكون تواجدنا ضمن الأسواق التجارية والشوارع التجارية فإحنا متابعين هذا الموضوع يعني دائما هذا المجمع يصير به حالات سرقة أكثر من مرة مزدحم طبعا أي مزدحم دائما فإحنا تقريبا ثلاث نساء يعني سوين فد حركة واحدة تدفعها على أخرى فتنشل تطلع ما مسروقة كما صار في الأخت يعني إجراءكم السريع إن شاء الله خلال ساعات تريد تقوم القبض عليه نعم نعم إن شاء الله خلال 72 ساعة شكرا يا مرحبا حبيبي الأحبة الكرام مثل ما سمعتوا مهم جدا أنه يتم متابعة هذه الحالات الأخوة المواطنين أيضا التبليغ فورا على الموضوع حتى يصير إجراء باتجاه أنه إلقاء القبض على هذه العصابات المتخصصة بالنشل وخصوصا قضايا النساء انه ممكن انه يكون بسبب الزحم الزحمه الكثيره اللي ممكن تكون في بعض يعني المولات او المرافق السياحيه او اماكن التبضع وما شابه ويتم النشل ومن خلال انه وحده تلهيها للسيده والثانيه تدفعها والثالثه تقوم بالنشل بالتالي يعني ضروري انتباه لما تدخلون هذه الاماكن واحد اثنين لما صار عندك هيك حاله فورا بلغ حتى ممكن يتم اتخاذ اجراء لان صارت عده حالات وما بلغوا ورا يومين او ثلاثه ظلوا يروحوا لابو المحل تعطيه التصوير ما شابه هناك قال لهم ابو المحل انه الهارد ما خزن الفيديو او ما صار اجراء على الفيديو وبالتالي ضاع حق المواطن وممكن انه ما راح يحصل شيء ولا احنا راح نوصل هذا الموضوع اذا انتم ما تبلغون بالتالي ضروري جدا تبلغون حتى ممكن تحصلون حقكم وتكونون في مأمن هاي رسالتنا ويا رب الرساله توصل. لا عندك مكاتبة لا بها الرقم رقمها وين؟ تدعي انه ضربها شخص المستغل الدراجة اي مضايقات اكو والله مضايقات من الشباب اكو وهذا متنزه بعوائل وكذا تقعدون به تحتسون الخمر وما شابه مو صحيح لان شنو الصور وحدة تعود الك تتنازل بس انا شارب برا المنتزه بس برا انت ايش عندك جوا اذا مخمور والله ضايق
لا محبتي هذا ما يسمح يوقت البرنامج، انتظرونا الأسبوع القادم ونداء آخر من نداءات قواتكم الأمنية ضمن قواطع المسؤولية ونقاط المهام. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.